يقول الشيخ: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا هو الموجب الأول أو السبب الأول لوجوب الصوم في شهر رمضان، وهو رؤية الهلال. والمراد، أو قبل أن نبدأ بالمراد بالرؤية نأتي بالدليل لأنه قليل مختصر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال، أمر صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال. وتراء الهلال له ثلاث حالات: الحالة الأولى ترائيه بالعين المجردة، وهذه بلا إشكال أنها معتبرة ومعتد بها في دخول الشهر. والحالة الثانية في الترائي أن يتراءى الهلال بواسطة آلة، كأن يجعل على عيني المترائي نظارة أو مكبر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، مثل هذه المكبرات الضخمة التي توجد في المراصد وغيرها. وهذه أيضا تعتبر ترائيا صحيحا فيقبل. فمن تراءى الهلال بآلة وهو في محله فرأى الهلال فنقول إن ترائيه صحيح مقبول. النوع الثالث من الترائي أن يتراءى الهلال فوق الغيم، ولذلك صورتان وإنما هي عند المعاصرين وليست عند الأوائل. الصورة الأولى أن يرسل الناس طائرة، ووجد هذا، أنا لا أقوله فرضا وإنما أتكلم عن أمر موجود، أن يرسل الناس طائرة لتكون فوق الغيم والقتر وتتراءى الهلال، أرؤي أم لم يرى؟ والصورة الثانية أن يتراءى ميلاد الهلال أو القمر عن طريق الأقمار الصناعية. فهل هذان الأمران معتبران في دخول الشهر أم لا؟ نقول الظاهر من قواعد أهل العلم، وهو الذي عليه أهل العلم من مشايخنا، أن الأمر الأخير وهو الترائي بما يكون فوق الغيم عن طريق الطيارات أو عن طريق الأقمار الصناعية أنه لا يكون معتبرا. ودليل ذلك أن هذا الترائي يلغي النوع الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فلسنا مكلفين بما زاد عن الغيم والقتر. ولذلك وهذا من التكلف والتنطع في الدين، وإنما نقول الإنسان مطالب بالترائي إما بعينه أو بآلة من المجاهر والمراصد الأرضية الموجودة الكثيرة وهي منتشرة، فإن كان في بلد غيم رؤية في بلد آخر لغيم فيه وهكذا. وأما الترائي فوق ذلك فإنه غير مقبول والقواعد لا تقتضيه.